شوف بان الماتش غادي يكون صعيب ما غاديش يكون ماتش سهل وغادي يكون ماتش مختلف على الماتشات اللي ديجا لعبنا خصم عربي بحالنا بحالو خصم اللي عنده واحد ليكسبيريونس في لافريك خصم اللي غادي يكون عنيد اللي عنده لعابه دي غون جوار المهم حنا كنبريباريو بحال كاع لي ماتشات ما كاينش لا ديفيرونس على قبل لا بريباراسيون اللي كنا درنا وان شاء الله غادي ندخلوا الماتش باش نحقق الفوز ونتقالوا للدومي فينا راه هادشي اللي تنديروا كيف تنقولوا الجروب عندنا كاينين بزاف ديال الدراري اللي اول مره غادي يلعبوا في لافريك انا اول مره غادي نجي لا سيليكسيون غادي نلعب ديريكت لاكان وحنا كاملين باغيين نحققوا حلم واحد هو ندخلوا هاد لا كوب المغرب اللي الشعب كامل شي يتسنى فيه عوام عوام. Tomorrow is the game. It's a really important game for us. Also, we want to make the Moroccan people proud and happy. So, yeah, what I can say, I will promise that we will give everything a fight for our country, inshallah. Of course, we have a lot of respect for Salah. He's a good player, but we are scared for nobody. We are Morocco. We are strong. We have to play like a team, like always. Egypt is a strong team. Not only Salah. Of course, he's a good player. But we don't have a special plan for him, no. Yeah, of course, the midfield is always important. But I, like I said, the whole team is important. Everybody have to be good, inshallah. And if we are focused, we will win, inshallah.